اتكلم معاك يا محمد قبل فضل. الفاصل واتكلمنا عن يعني الشق شويه ليه علاقه بحاجه شخصيه مريت بيها بص هقول لك على حاجه، احنا مش عايزين نقف هنا كتير صدقني. في الاول وفي الاخر اللي مش هيقف جنبك في ازماتك ما يستاهلش ان هو يكمل معاك حياتك، دي خدها مني نصيحه. فتعال نخش على اللي جاي، انسى الماضي، خش على اللي جاي، شوف انت فين دلوقتي، شوف انت في قناه عامله ازاي، بتمثل ايه، الناس كلها فخوره بيك، احنا بنستمع ليك، والساده المشاهدين والمتابعين المصريين بيستمعوا لقصتك الملهمه. خلينا بقى نعرف بعد الحادثه اللي حصلت دي ازاي محمد قدر ان هو مره ثانيه يقف على رجليه ويبتدي حياته ويبتدي قصه النجاح اللي احنا بنتكلم عنها. انا كنت اصلا شغال في الفجاله، شغال في مكتبه كتب خارجيه، وكنت مسافر الساعه 7 الصبح، اتزحلقت من القطر. عملت حادثه ورحت المستشفى، عملت عمليتين، وبعد كده مش عارف ايه اللي حصل بقى. انا بقى فقت بقى لقيت رجليا كده، اخوات البنات هم اللي قالوا لي انا على الخبر، الدكتور ما رضاش يقول لي، واخوات البنات هم اللي قالوا لي. وطبعا انا بشكر اخوات البنات وامي واخويا عشان ربنا يخليهم لك يا رب، وقفوا جنبي قوي. وكنت بقى مسافر وما حصلش يعني ان انا ارجع الشغل تاني في الفجاله. شغال دلوقتي حاليا في نادي، شغال عامل نظافه. انا شغال عامل نظافه، بمسك بكنس بالمقشه وكده، ومش مكسوف ان انا شغال عامل نظافه. ربنا يرزقك يا رب، تستاهل كل خير والله. ان انا شغال عامل نظافه.